الو، الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا استاذ اهلا دعاء؟ وسهلا، ازيك يا اسراء؟ الله يسلم. اتفضلي. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ اهلا وسهلا يا فندم، اهلا وسهلا. بعد اذن حضرتك، بس انا كنت عايز اسالك على حاجه. بس اسألي. قولي. جوزي ما بيصليش، وبصراحه غلطت فيه ومفيش فايده. بقالك قد ايه متجوزة؟ بقالي 5 سنين. 5 سنين. مخلفين؟ مؤمن بالصلاة وكل حاجة بس مكسل؟ هو كان الأول بيصلي مثلا قبل الجواز وكده، أيوة. بعد الجواز بفترة بسيطة برضه كان بيصلي، بعدها بقى ما عادش بيصلي. بقى كسل يعني؟ مش عارفة، بس هو ما بيصليش، وانا غلبت فيه بصراحة ما بيصليش وشجعني أي يعني. حاجة يعني؟ ما فيش في ال5 سنين دول رمضان لا صلى؟ لا خالص، بيقول حتى لك كان إيه؟ بيسمع، حتى كان بيسمع اذان الفجر وكده كان يقوم وما يصلي. بيصليهوش برضه. طيب قولي لي، بيقول لك ايه مثلا؟ انت بتقولي غلبت معاه، اكيد اتكلمته. يعني بيقول لي انت هتعملي فيها شيخة، مش عارفة ايه كده يعني. انما ما بيقولكيش لا مش هصلي خالص. لا بيطنشني، وساعات ما بيردش عليا، بس ما بيتكلمش ولا بيصلي برضه. طيب شكرا يا اسراء. طيب نرد على اسراء، جوزها لا يصلي ابدا، بقاله 5 سنين ما ركعهاش على حد كلامها، فهي بتقول غلبت معاه، مطلوب منها ايه؟ انا بصراحه بحيي اسراء، لان ده تبقى العكس. انما لما زوجه تبقى حريصه على زوجها انه يصلي، دي تبقى بنت اصول ومتربيه وشايفه صح. وعايز اقول لزوجها ولكل واحد بيسمعنا ولكل واحده بتسمعنا، الا الصلاه. الصلاه عماد الدين، من اقامها فقد اقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. وعايز اقول لحضرتك، كفايه ان الفقهاء وقفوا وقفه طويله في حكم تارك الصلاه. ان تركها جحودا وانكارا فقد خرج من الدين. جحود وانكار يعني ايه؟ قال ما فيش حاجه اسمها صلاه. وان تركها تكاسلا واستهتارا يستتاب ويبقى على خطر عظيم. لدرجه ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماده الاجباريه والسؤال رقم واحد يوم القيامه بين يدي رب العالمين عن الصلاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه الصلاه. سين واحد. فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسدت فسد فسد سائر عمله عمله. كله. يعني لو نجحت في كل حاجة وسقطت في الصلاة أنت ساقط، طب لو نجحت في الصلاة اللي بعدها يسير. فالصلاة، ولذلك النبي هو بيموت يا دعاء هانم والناس معانا، النبي هو بيموت قاعد يقول الصلاة الصلاة الصلاة. سيدنا عمر هو بيموت قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له لا نورا ولا نجاة ولا برهانا بين يدي رب العالمين يوم القيامة. جميل. هي بقى دورها ايه ناحية هو جوزها؟ دورها النصح والإرشاد فقط بدون ضغط، وتصبري وتنصحي مرة واثنين وعشرة. طب إن اتنصح خير وبركة، طب ما تنصحش خلاص انت عملت اللي عليكي ومالكيش اي علاقه، بس كده. طيب في ناس تقول لك تتطلق. لا آه لا، لا ما هو تتطلق دي بتمشي. يا فندم لو تركها جحودا وانكارا. اه نفصل بقى، لا يؤكلها ولا يضاجعها ولا يجلس، لان خلاص يبقى كده خرج. لو قال ما فيش صلاه، لو يبقى العلماء يقولوا عليها ايه؟ ترك امرا معلوما من الدين بالضروره. هد ركن من الاسلام. وعايز اقول لحضرتك، حتى لو تركها جحود وانكار، ربنا يقول عنها ايه عنها في القران ايه يا فندم؟ يقول: يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. ربنا هيهين تارك الصلاه يوم القيامه اهانه وذل على رؤوس الاشهاد. اهو يوم يكشف عن ساق، دليل على الشده. ويدعون الى السجود، ربنا يقول لهم اسجدوا فلا يستطيعون، لان ربنا يجعل ظهورهم كصياصي البقر، تبقى خشبه مش عارفين يتنوا ظهرهم كده. وقد كانوا يدعون، ترهقهم ذله، وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. رفضوا يسجدوا في الدنيا فمش هيعرفوا يسجدوا يوم القيامه. تمام. فربنا يجعلنا من المحافظين على الصلاه. الصلاه تصلح البيت وتبارك الرزق، ولا بارك الله في شيء يلهي عن الصلاه. تمام.